بالرغم من أن الكابيتال كنترول صار على الأبواب ومنصة صيرفة تم إطلاقها، أضف إلى ذلك أن المودع باتجاه أنه يصير يحصل على 400 دولار فراش من حساباته. ووسط هذه الأجواء التفاؤلية، دولار السوق السوداء فاجأ الجميع بعودته إلى الارتفاع الكبير، في حين أقفل الدولار مساء أمس التنين على سعر 13500، إلا أنه اليوم تخطى عتبة الـ 14000 ووصل لسعر 14200، مما طرح سؤال مشترك على لسان كل لبناني: شو صار حتى طار الدولار؟ الاتجاه العام للدولار هو تصاعدي لسببين. أول شيء عم نطبع ليرة، هلا عم نقول بدنا نطبع 400 دولار بالشهر على سعر 12000، وبالتالي تباعت الليرة مستمرة، هيدا الشيء بيطلع الدولار، لأنه هيدي الليرة الناس بحولوها للدولار. وثاني شيء غياب الثقة بالليرة اللي هي مرتبطة بدي عندك احتياطي التزامي عم بتزيد، يعني الناس اللي معهم ليرة هلا صاروا بدهم يركضوا بيحولوها لدولار، لأنه بيقول لك اف ما بقى في مقابلها دولار، خليني ألحق لحالي وأخذ أنا الدولار من السوق مقابل الليرة اللي معي. وبالتالي غياب الثقة بالليرة هي العامل الثاني اللي راح يؤدي لارتفاع أسعار الصرف في المدى البعيد. حتى الساعة فشلت كل المحاولات للجم السوق السوداء، وما زال الأخضر عم بيواجه الليرة اللبنانية. فشو الإجراءات الممكن تأمن الاستقرار؟ اليوم في نظريتين من الآخر. نظرية بتقول إنه الاحتياط الإلزامي لازم نسحبه للمودعين، هيدي أموال المودعين ولازم نعطيها للمودعين. نظرية تانية بتقول إنه هذا الاحتياط الإلزامي لازم نصرفه على الاستيراد وعلى الدعم وعلى المال. أنا برأيي النظريتين سيئين، لأن النظريتين يهدفوا إلى صرف الاحتياطي. أنا برأيي استعادة الثقة بالبلد وتقوية الليرة اللبنانية بتبدأ عن طريق زيادة الاحتياط مش تخفيضه. اليوم كل ما ينزل احتياطي مصر لبنان الشعب رح يخاف أكثر ورح يروح يبيع الليرة. إذا الشعب بيشوف إنه الاحتياطي رجع يزيد هيك عن طريق مثلا تحويلات من الخارج بتجيب المصارف او غير المصارف، عن طريق استقرار اقتصادي معين بيجذب هيدي التحويلات، اذا الاحتياطي بيزيد الليره ساعتها بترجع تقوى. وبالتالي انا برايي انه اليوم كل عيون على الاحتياطي، كل شيء الاحتياطي عم ينزل وضع الليره مش منيح. البعض ربط مساله الاستقرار النقدي بعمليه تشكيل الحكومه، فهل الموضوع عامل مساعد؟ إذا في حكومة جدية بالإصلاحات وعلى رأس إصلاح مجلس النقد أكيد بتكون مفيدة للبلد. أما إذا الحكومة بالا بالتحاصص وبالمحاصصة وبتوزيع المغانم وتوزيع المقاعد، ساعتها أنا برأيي الحكومة أنت بتصير يعني بتصير مثل هلا. شو فرقت عن هلا؟ حكومة معطلة مثل هي حكومة هلا. بلحظة تأسيس الحكومة ممكن ينشأ عامل نفسي إيجابي، ممكن الناس يقولوا اف تأسست الحكومة يمكن الدولار ينزل، خليني اروح اقلب الليرة على دولار، وبالتالي ممكن بلحظة ينزل الدولار شوي. ولكن باللحظة اللي ببلشوا الخلافات بهالحكومة او باللحظة اللي هالحكومة بيشوفوا الناس ان منا عم تعمل اصلاحات، الدولار بيرجع بيرجع. بوقت عم ببالغ اللبناني بالتوقعات حول القدرة على خفض سعر صرف الليرة بمقابل الدولار، بيأكد معنيين أنه يلي عم نشهده حالياً هو مجرد عملية ترقيع من أجل شراء الوقت.